أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الندوة الجديدة من ندوات قناة المغاربية، تأتيكم من لندن. نتحدث اليوم عن الذكرى 63 لوحدة من أعظم الثورات في العالم في هذا التاريخ الحديث، نتحدث عن الثورة الجزائرية. إذن في مثل هذا الشهر من عام 1954 قرر مجموعة من خيرة الشباب في الجزائر وضع حد للتململ الذي أصاب الحركة الوطنية، ويقرر بأن الكفاح المسلح هو الحل الوحيد لوضع المفصل مع احتلال استيطاني يعتبر أيضا من أنه أبشع الاحتلالات اللي عرفها التاريخ الحديث. إذن نتحدث عن 63 عاما من هذا الاستقلال الذي كان نتيجة لهذه الثورة، ونتحدث عن ولادة دولة ولدت من رحم هذه الثورة ومن رحم هذا الاستقلال، دولة وصفت بالمشوهة لم تفي بما جاء في بيان أول نوفمبر الذي تحدث صراحة بأن هذه الثورة جاءت لقيام الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. لماذا لم تتحقق هذه الدولة في عهد بن بلة، بومدين، الشاذلي، زروال وغيرهم إلى هذا العهد، عهد عبد العزيز بوتفليقة؟ إذا النقاش حول كل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي جاء بعد الاستقلال، هذا الاستقلال الذي جاء من رحم هذه الثورة. إذن 63 عاما عن ثورة أول نوفمبر في الجزائر، ولادة الدولة مخالفة لما جاء لهذا البيان، لماذا؟ هذا هو السؤال الجوهري، وللإجابة عن هذا السؤال استضيف مجموعة من الخبراء معي هنا في الاستوديو، الاستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. اهلا بك استاذ محمد. معي ايضا الاستاذ عبد الله انس المحلل السياسي، اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله، وايضا الاستاذ سعد جبار الخبير في القانون الدولي، ارحب بك استاذ سعد. ابدا معك استاذ محمد العربي زيتوت، في ظروف اتخاذ قرار مجموعة يعني من الشباب الجزائري الذين كانوا أيضا كان بعضهم في الحركة الوطنية يأتون بهذا البيان، والذي في مقدمته يشير إلى أزمة داخل الحركة الوطنية، وبأن هذا القرار جاء ليضع حد لهذا الأزمة، ووضعوا بعض التوصيفات لهذه الأزمة، قالوا هناك جمود وهناك روتين وهناك صراعات شخصية أضاعت بأهداف الحركة الوطنية ضد الاستعمار. ماذا نقول عن تلك الظروف؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم للإخوة الأفاضل وللمشاهدين الكرام. وابتداء دعني أحيي الذين يوما ما رفعوا السلاح لتحرير هذه البلاد، وترحم على الشهداء منهم، وأحيي الأحياء منهم من المجاهدين الحقيقيين. كانت ظروف بائسة، كانت ظروف ظل فيها الاستعمار استيطاني أكثر من 124 سنة في 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 بداية الـ54 أو في منتصف الـ54، وكان الشعب الجزائري مهمش تماما، كان يعيش حالة من الفقر، حالة من التجهيل، حالة من الإخضاع الكاملة. وكانت فرنسا بالنسبة إليها أن الجزائر، واحتفلت بالمئوية في 1930 بأن الجزائر فرنسية وإلى الأبد. وفي نفس الوقت كانت الحركة الوطنية التي بدأت بعد أن انطفأت شعلة الكفاح المسلح والمقاومة المسلحة مع نهاية القرن، مقاومة الشعبية مع نهاية القرن، والتي ظلت أكثر من 60 سنة في واقع الأمر، كانت الحركة الوطنية تدخل إلى مأزق حقيقي وصراعات حقيقية ما بين الأجنحة، حزب الشعب الجزائري، وأيضا ما بين الأحزاب فيما بينها، وحتى ما بين الحركات التي قائمة حتى بما فيها الحركة الإصلاحية. إذن في هذا الوضع كان هناك مجموعة من الشباب اللي شافوا أن الصراع بدأ يبرز، وفي حدود غير منطقية وغير معقولة ما بين المركزيون والمركزيين والمصاليين، ورأوا من أن المخرج الوحيد هو حمل السلاح لتحرير البلاد.
هذه المفارقة، يعني الكثير من شعوب العالم وصلت لهذه اللحظة الحاسمة، يعني أنه المفاوضات مع المحتل، ربما حركات سلمية وطنية، لا تخرج المحتل الاستيطاني، لكن يجب أن يكون هناك كفاح مسلح. يعني صحيح، يعني في البداية يعني الترحم في هذه الذكرى العظيمة، الذكرى الخالدة التي يعني ما زالت يعني تمثل إلهاما للأجيال، ورحم الله شهداء تلك المرحلة، سواء شهداء، نحن نتكلم عن 1.5 مليون شهيد، هؤلاء الذين يعني سجلتهم الدفاتر الرسمية، وإلا أنت تتكلم عن الملايين من الضحايا، من المشردين، من المهجرين، من لأن الاستدمار كان يعني أنواع من الاستدمار في ذلك الوقت، هو ليس الاستعمار، لأنه لم يأتي ليعمر، إنما جاء ليدمر. فمقارنة بالاستدمار الفرنسي، يعني الاستدمار الإنجليزي في شبه القارة الهندية، والاستعمار ما يسمى بالاقتصادي والعسكري، الاستعمار الفرنسي كان استعمار يعني استيطاني ثقافي، يعني جاء يعني يقضي بالإضافة إلى جيوشه، كان يحاول أن يقضي على الهوية. يعني كل الفترة التي احتلت فيها بريطانيا شبه القارة الهندية، المأكل والملبس لم يتأثر نهائيا. حتى أثناء الاستعمار لم تتأثر اللغة الأردية، ولم تتأثر يعني ما يسمى بالشروة الكاميس، يعني يسموه القطعتين التي يلبسها يعني سكان القارة الهندية بما فيها باكستان وبنغلاديش ونيودلهي والمنطقة كلها. يعني الاستعمار الإنجليزي ما كان يهمه أن تتكلم بالأردو ولا تحافظ على أكل الدال اللي هو العدس الأكلة، بينما كان الاستعمار الفرنسي يريد أن يمسح الهوية، يمسح لغتك، يمسح تاريخك، يمسح ثقافتك. وبالتالي من هنا كان من أشرس أنواع الاستعمار. حتى الاستعمار الإسرائيلي الآن في فلسطين هو استيطان منكفئ على نفسه، يعني لم يتدخل، ما زالت 50 سنة مضت على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، لم تتأثر اللغة الفلسطينية، لم تتأثر اللهجة الفلسطينية، لم تتأثر الأكلة الفلسطينية، لم يتأثر اللباس التقليدي الفلسطيني. وبالتالي يعني المقابلة، يعني مواجهة مستعمر بهذه الشراسة، أكيد يعني كيف الطرق التي تؤدي إلى مقاومته، أكيد لا يمكن أن يكون عليها اتفاق. ومن هنا جاء سؤالك، يعني إرهاصات ما قبيل انطلاق الثورة، اللي هي حتى المجموعة، كثير من المحللين ربما يقولون أن المجموعة هذه وكأنها طاحت من السماء التي باتت في تلك اللحظة تؤمن بالعمل المسلح. لا، أنت لو نظرت إلى ما إلى إلى ما إلى ماضيهم لوجدت أن معظمهم كانوا في الحركة الوطنية، مما والحركة الوطنية كانت يعني تقوم بالتربية السياسية، بالتربية الثقافية الوطنية، فما كانوا جايين يعني من، وإنما قد يكون الاختلاف بدأ في هل الآن حان موعد حمل السلاح أم لا. أما فكرة الاستعمار لن يزول إلا بالسلاح، الفكرة كانت موجودة حتى من قبل. نعم أستاذ سعد، هذه يعني كمدخل تصل كما جاء في بيان أول نوفمبر، أنه تنضج الظروف الذاتية وأيضا الظرف الدولي لقيام بما يسمى الكفاح المسلح ضد الاستعمار. ما هي الإضافة التي ممكن أن نعطيها، حتى لا نقول كما قال الأستاذ عبدالله أنه ربما هؤلاء جاءوا من خارج الحركة الوطنية، أو الحركة الوطنية كانت فاشلة تماما يعني في النهاية؟ هناك عدة عوامل موضوعية هي التي أدت وفجرت الكفاح المسلح، وأهم هذه العوامل طبعا هون ما هو الاستعمار، خصائص الاستعمار: استبدادي، ظالم، لا يؤمن بوجود الآخر اللي هو الجزائري، 89% من الجزائريين كانوا يعيشون في المناطق نائية، الجزائري قل ما تجد الجزائري يسكن في المدن إلا في الخمسينات، وقلة نخبة بسيطة جدا كانت تتكلم الفرنسية وتتعامل زي الفرنسيين، وهذا كان عندهم امتيازات خاصة. إذن الجزائري بعموم الشعب الأكثرية، صحيح مش الأكثرية، كل الشعب الجزائري تقال لي يدير الشاش، تقال لي كمل تدوير الشاش أو مليح، الواجهي اللي كان عنده القنور الكبير والبرنوس، لكن كانوا ناس ما يقدروش حتى يلبسوا لباسهم أو أكلهم. إذن فقر مدقع، تهميش مطلق،
ويليه كذلك محو الشخصية الجزائرية. الدين الفرنسي كان حتى أبناء النخبة إذا كنت تحب تصبح فرنسي هذه لازم يعرفها الجيل الجديد، يجب أن حتى لما يعطيك جنسية من نوع خاص والأقلية قليلة جدا من موالين الفرنسيين، يجب أن تتخلى عن الدين الإسلامي. لذلك كانوا الناس يندبون وينحبون عندما يقولوا فلان طورن، يعني ناتوراليزي، يعني حاصل على الجنسية الفرنسية، وبمعناه أنه تخلى عن دينه. وعلي الاستعمار الفرنسي كان استعمار ليمحي الآخر، ولم يمكنك حتى أن تندمج. مثلا أحزاب سياسية، هنا بيت القصيد، الأحزاب السياسية من حزب فرحات عباس أو حزب الشعب والحركة الإصلاحية نظروا لما حدث للشعب الجزائري منذ 1830، منذ بداية الاستعمار، والشعب الجزائري ينفجر في انتفاضات مرة في الغرب ومرة في الشرق ومرة، لكن الفرنسيين دائما كانوا يضربوهم على بكرة أبيهم يمحيهم، لكن كل مرة ينبت نوع من جيل آخر أو فترات معينة فيزيد يثور المستعمر. لكن بعد الحرب العالمية الأولى بدأ الشعب الجزائريين صبحوا شافوا العالم، دربوا السلاح، بقي يشوفوا بلدان أخرى، يشوفوا انتفاضات في مناطق أخرى، خاصة في الحرب العالمية الثانية. شاف الجزائري كانوا حاربين مونتي كاسينو، وكان أشرس منطقة مونتي كاسينو هم المغاربة، واحد فيه اللي شارك في الهند الصينية، شاف الهند جماعة الهند الصينية كيف ضربوا الفرنساويين، يعني الفرنساويين قوة تقهر، فإذا فاتحت عيونهم. لكن العامل الأساسي في تفجير الثورة هو أن الفرنسيين في الربعينات والثلاثينات والربع كانوا دائما يعيدون الجزائري بالإصلاح. لذلك فرحات عباس هذه لازم واحد يعني يدققها تاريخيا، يعني في ظلم الرجل لما طالب الاندماج مع الفرنسيين وكان يقصد المساواة، ساويني بيك واني فرنساوي، واش تساويني بيك نروح للخدمة العسكرية ونقوم بالواجبات الأخرى. فالجماعة قال لك هذا، قالوا مسينا التاريخ ما عندناش تاريخ، سويني بيك نفطرني قال روحي بدولة متقدمة. وهذا ما يرفضوه الاستعمار، لأن المستوطنين كانوا ضد فكرة مساواة الجزائر، مساواة مجرد مساواة يعني قضيت على الاستعمار وعليه كانت عبودية للجزائري. إذن العامل الأساسي هو الوعود بالإصلاحات اللي كانت تعطي نوع تدريجي لحقوق الجزائريين، حق المواطن. أنت يقول لك مواطن فرنساوي، أنت ماكش مستفاد من المواطن، تروح تحارب ليه في الحرب العالمية، تروح متدمن، احنا مبزع في كل ثنية في كل مكان، لكن تلك الوعود كلها تبينت وتبخرت بأنها مجرد وعود كاذبة، مهما كانت الوعود بأمور بسيطة لكن لم تنفذ نظرا لمقاومة المستوطنين اللي كانوا في اللون. ثانيا، حتى الأحزاب السياسية التي سمح بها كانت مدجنة، إذن أخفقت الأحزاب السياسية في تأدية واجبها، وارتبطوا فقط كل مرة يقولوا مستنوا الانتخابات القادمة، راح نقول الانتخابات هذه نرجع وهذه راهي عندها معنى، وتحدث عليها مالك بن نبي أيضا. شوف تزوير الانتخابات، شوف وعدوا حزاب النشاط السياسي وكانوا يقمعوا فيه، دجنين كحزاب، وعدوا بانتخابات اللي مسموح فيها الجزائريين من نوع من المشاركة على مستوى البلديات المستوى وزوروها. إذا الانتخابات تزور والإصلاحات لم تنفذ، فالجماعة كرهت مما هو سياسي. وكانوا أنذاك اللغة اللي تشوفها تسمحها، كانوا الناس يقولوا لأولادهم ما ديروش البوليتيك. الفرنساويين كان عندهم البوليس السري والمخابرات نتاعهم، وعندهم أعين في كل مكان، إياكم تمارس السياسة، السياسة راهي حاجة وسخة ما تعملهاش. يعني هذه نرجوها كون تشوف واش واقع عندنا في المرحلة نتاعنا هذه، تشوف نفس طبعا نفس العوام، تشوف أحزاب مدجنة، انتخابات مزورة، وإصلاحات مؤجلة، شوف مش مصلحات مهما كان صغير، وتهميش الآخر. يعني هذا العرب هذو تاع بني الله هذو، سمعت البهيوف هذو ما يستاهلوش يستاهلوا، انت زيك زي الفرنساوي. اذا الفرنساوي اذا بنى المدرسة راه يحسب كم فرنساوي موجود في المنطقة، اذا بنى مستشفى يحسبوا قداش موجود فرنساوي. وبالتالي كانت كل مرافق اللي الناس يقول لك فرنسا خلات، فرنسا بنات وخلات مرافق اللي تتماشى مع العدد. نعم، الجزائري يعيش في أسوأ والله أكثر من هنود الحمر. طيب النقاش يكون مفتوح حول مسارات الثورة، كل الخلافات التي صارت بين قيادة الثورة، مؤتمر الصمام، ثم الوصول إلى اتفاقية إيفيان. حدث الكثير يعني، لا نستطيع في هذه الحلقة أن نضم، لكن أريد فقط المحطات. الثورة هذه ما كانش عندها سلاح، اعتمدت على
يعني ما يسمى الإمكانيات الذاتية بعد المساعدات من 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 الأشقاء، لكنها ثورة صارت شعبية بعد ذلك وقمعها الاستعمار أيضا بطريقة بشعة واستعان حتى بالحلف حلف الارتصي. لكن جوهر سؤالي وحول الخلافات التي كانت أثناء الثورة والتي قرر زعماء الثورة أن تأجيلها حتى تحسم قضية الاستقلال، وأريدك أن تتقدم معي حتى تواريخ الاستقلال. يعني شوف كاين نقطة مهمة أيضا أشير لها بإضافة إلى ما تفضل به الأخ عبد الله والأخ سعد، هو أنه الاستعمار الفرنسي لم يكن استعمار عادي، كان استعمار استيطاني وهذا وكان استعمار استئصالي. كانوا يريدون للجزائر أن يكون لها نفس مصير أمريكا الشمالية، مصير أستراليا، مصير نيوزيلندا، بمعنى القضاء تماما على السكان المحليين واستحلال آخرين محلهم. لذلك نعرفوا كيفاش بدأوا يجيبوا في المالطيين في الأوروبيين والإيطاليين في كل الأمر. ومن من هذا المنظور العقلية الاستئصالية اللي تبعتها العسكر الفرنسيين، ومهم جدا وأنا أنصح بقراءة مذكرات العسكر الفرنسيين لعقداء الفرنسيين خاصة وحتى بعض الجنرالات، وكيفاش كانوا يصفوا في الواقع والرسائل اللي كانوا متبادلينهم أحيانا مع زوجاتهم أو مع أصدقائهم، كل هذا والآن راهي موجودة في الأرشيف، مهم جدا الرجوع إلى هذا، يوضح كيف أنهم كانوا مثلا أحدهم كان يقول عندما يستبد بي الحزن أخرج لقطع الرؤوس، لا أقول قطع رؤوس الخرشف وإنما قطع رؤوس العرب. وكان يقول في نفس العقيد هذا، أعتقد أنه دعك نتذكر اسمه، يقول باللي كنت كل الذين يخدمون تحت إمرتي يضربون بجوف السيف عندما يأتون بعربي حي. طبعا هم بالنسبة لهم كل جزائريين كانوا يعتبرهم عرب من هذا المنطق، فيعتبروا يأتي بعربي حي، كنت فقط أحاسبهم عندما يأتونني بالأذنين، بمعنى أنه يأتوه بأذنين باش يحاسبوه على القتل. فكان استئصال رهيب، ومع ذلك استمرت. مثلا مدينة الأغواط في ديسمبر 1852 أول مرة يستخدم السلاح الكيميائي في العالم، استخدموا الجنرالات الفرنسيين بعد أن صمدت المدينة 6 أشهر وقتلت لهم 3 جنرالات من كبار جنرالات فرنسيين، فكان بما فيهم قتل الجنرال يوسف، هذا شهير جدا، يهودي من أصل يهودي ولكن قام بإجرام كبير جدا في مواجهة المدينة. بعدين قتلوا 1/3 سكان المدينة بالسلاح الكيميائي، وكان دمار هائل في المدينة. وكذلك كانت مدن أخرى مثلا مع قبائل كامية، قبيلة أولاد رياح مثلا اللي قتلوهم ودخلوهم للكهوف وغلقوا عليهم الكهوف وكانوا يطلقوا لهم الدخان من الداخل فيموتوا هم وحيواناتهم بشكل مفزع. ظل هذا طبعا أكثر من 60 سنة، وكانت هناك المقاومات الكبرى، لعل الناس أكثر يتحدثوا على مقاومة الأمير عبد القادر، ولكن أيضا مقاومة أحمد باي وهي مقاومة شهيرة ولم تأخذ حظها في الحقيقة من الحديث، ولكن أيضا مقاومة بوعمامة، مقاومة الآخرين. حتى 1896 الناس كانت تقاوم في تمراس، يعني دخول الفرنسيين لم يكتمل للجزائر إلا في 1906 عندما اكتمل تماما من هذا الاستعمار الوحشي حقيقة. عندما جاءت، وهنا ننتقل بسرعة حتى ندخل في زمن الثورة، عندما جاءت الثورة فأنت راك خارج من مجتمع محطم، مجتمع يراد له الاستئصال. وبالمناسبة يعني وشنو اللي ينفع الجزائريين؟ أمران اثنين في اعتقادي وفي اعتقاد كثير من المحللين أو المتابعين للوضع، هو الجبال والإسلام. الناس هربت للإسلام كعقيدة وكدين كلجوء له، وهربت للجبال، لجبال الجزائر، اللي خلات أنه لا يتم الاستئصال كاملا للجزائريين. عندما تأتي الثورة بالطريقة التي جاءت بها ونتيجة للإحباطات الشديدة اللي ذكرهم الأخ سعد، مثلا عندما كان بعض الجزائريين يثقون أو على الأقل يحلمون أو على الأقل يتمنون أن الفرنسيين يقدموا أو يوفوا بوعودهم، خاصة بعد أحداث 45 واللي حدث أيضا فيها اغتيال قتل عشرات الآلاف. عندما جاءت المجموعة واللي هي أساسا تشكل من المجموعة الخاصة لوس على رأسها أو من بين أشهرها بن بلة، أي تحمد، بوضياف، إلى آخره من بين هذه الأسماء، عندما جاءت الثورة وطبعا المؤسسين 6 في الداخل و3 في الخارج، جاءت على
شكل أنها كانت وكانت عنيفة في الحقيقة، لأن العنف الاستعماري كان عنيف جدا، أو الاستعمار كان عنيفا جدا، والتدمير اللي أحدثه داخل العقول الجزائرية وداخل الثقافة وداخل الهوية وداخل البلاد كان شديد جدا. فكانت أيضا الثورة لابد أن يكون رد فعلها تقريبا مناسب لما حدث. ولكن مع الأيام ومع بداية انحسار الجيل الأول أباء الثورة ومن كان معهم في البداية، بدأت خاصة من 56 فما فوق بدأت تظهر الخلافات والإشكالات ما بين الثوار، لأن ربما كان هناك اندفاع، وربما هنا يدخل موقف مصالح الحاج رحمه الله اللي اعتبر ربما فيه تسرع. أنا شخصيا لا أعتبر أن كان تسرع في الثورة، بل كان حان وقتها، لكن كان المصاليين ومصالح الحاج موقفه كان هو أن ربما هناك تسرع، ربما خلونا شوية وقت حتى نحضر أنفسنا ونهيئ الظروف أكثر. لكن طبيعة الحال هذه الأشياء لا تحتمل تأجيل، وأعطى الحق التاريخ، أعطى الحق لمن قام بالثورة من أنهم كانوا على حق في الاختيار وفي الموقف وفي المواجهة المسلحة مع الاستعمار الفرنسي، ولكن ربما أخطأوا في إدارة الخلافات التي حدثت فيما بينهم. نعم في النقطة دي. قد يكون مبرر الموضوع، وهذا ربما من الأسباب اللي أدت حتى أن الحكومة الفرنسية والاستخبارات الفرنسية في ذلك الوقت ما قدرتش تتنبأ يعني لهذا المستوى من التنظيم والدقة بالشكل الذي انطلقت به ثورة نوفمبر. يعني الحقيقة أنت في ليلة واحدة الساعة 12 في كل أجزاء القطر يعني تدشن تلك العمليات على اختلاف مستوياتها، لكن في نفس التوقيت وكذا. أنا سمعت مرة الشيخ عباسي يتكلم عن وهو يتحدث ويقول كنا نسمع في بعد المؤتمر الذي عقده وزير الداخلية الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتيرون عندما زار تونس والجزائر والمغرب، فلما رجع إلى فرنسا عقد مؤتمر صحفي وسئل من قبل الصحافة الوطنية الفرنسية وسئل عن تونس، فقال يخيفنا الوضع في تونس، يعني الوضع على فوهة بركان، وأيضا حذر من المغرب منه. عندما سئل عن الجزائر فقال هؤلاء تنخرهم خلافاتهم. يعني هذا ما يشير إليه ضيفاك الكريمين، يعني التوقيت العمل المسلح، أخذ وقت آخر في النضال في العمل الوطني. يعني موضوع التخلص من الاستعمار أظن كانت نقطة محل إجماع، لكن التحول، هذه نقطة التحول التاريخي من العمل السري العمل السياسي إلى العمل المسلح بهذا الشكل كانت قضية توقيت وليست قضية الاختلاف على المبدأ. المبدأ كان مجمع عليه، وكما قلت يعني أنت لما تشوف يعني بوضياف هو دخل حزب الشعب، وحتى الستة القيادات أنت عندك عدد منهم لا بأس به، كان هو من تربية الحركة الوطنية يعني. لكن لماذا ظهرت الخلافات بعد خاصة 56؟ يعني ممكن ساعات شوف اسمح لي، وكان نقطة أساسية. أنا نذكر جماعة حزب الشعب ومنهم أيت أحمد ومهري، سألتهم بعض يعني بطريقة حية يعني، فيؤكدون على أن أحداث سطيف 45 وسحق والإبادة اللي تعرضت لمدينة سطيف، مظاهرات سطيف وخراطة وقالمة، كانت هذه حاسمة. فقال لي احنا مهري قال لي احنا متعودين نروحوا نجمعوا ناس، نروحوا الاصل سواق، قال لي مشينا منطقه القبائل الصغرى في يوم سوق والتجمعات، قال لي درنا ناس ما جاتناش. قال بعدين قال والله الجماعه هذو ما شي فاهمين، قال لي احنا جاي فايت علينا شاحنه ناس راكبين فيها غاشي شعب، قال لي واحد فتح الباش تاع كاميو تاع شاحنه وقال له ما سمعوا لي عاد يعني الرستوبولي ما كوش فاهمين، حنا فاهمين، هذا ولاد حزب الشعب يجندوا وقاعدين يوعيوا في الناس. قال له توليكم ما كوش فاهمين. قال لي أيت أحمد حكى لي نفس القصه، بكون أيت أحمد هو اللي كتب الهيكله تاع المنظمه السريه تاع طريق الانطلاق للكفاح المسلح، موجود انا تابعيني بزاف النسخه الحيه عند عائلته. فقال لي جماعه حزب الشعب اللي كنا نجمعوهم والجماعه تحمس فيهم ونوعي فيهم، قال بعد احداث سطيف قال لي تروح تقول له روح اجتماع، قال لي يقول لك اسمع اعطينا السلاح ما عادش تكلموا في نفسيتها. اذا احداث سطيف واحداث اخرى محيطه خلات الحركه الوطنيه بين خيارين، يا اما الكفاح المسلح، وما جاش الكفاح المسلح بشكل عفوي كان محسوب. انا قال لي مثلا أيت أحمد قال لي كنا
نرسلوا كشافه نشطوا في اطار الكشافه ونرسلوا ناس يمشيوا من شرشال حتى المناطق المعينه حتى العين صفراء او حتى يعني المناطق ونشوفوا مدى امكانيه اللوجستيه هل كيفاش احنا لو ننطلق نبدا حرب عصابات طبعا هم نقلوا على الحركه الهند الصينيه وفي ناس يخدموا كعسكريين ومتعلمين تحمد جماعه كانوا متعلمين بن بلاك في الجيش يعرف اللي اسمه خيضر متعلم يعني خذ اي واحد منهم تلقاه انسان كانوا مطلعين مهما كانت عندهم محدوديه الثقافه لكن كانت عندهم توعيه سياسيه توعيه وطنيه وعندهم تعطير انا يحكي له على ناس يقول له واحد يقول له عربي تريسيتي من سطيف كان مع 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 مع, 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 مع ابو ضياف وجماعه يقول لك احنا هذه نفس الشيء ايت حمد يقول لي كانت الحركه الوطنيه صقلت ناس كانوا عباره عن عضلات لكن حولناهم الى فكر واعي ويقول لي الان يقول لي عندنا عقول تحولت الى بطون صحيح فاذا نرجع ل 54 النقطه الاساسيه في 54 كانت هناك انا كتنظيم تنظيم سري وقرر انه يلجئ السلاح وقال جماعه بوذياف واش قال راح له جماعه الخمسه اثنين نظم بوذياف واثنين ثانيين راحوا للمصاري حالك تخير انت زعيمنا صح بصح كفاح المسلح قال لك ما سمعش خبط الباب وجا خارج عليه قالوا بلا مان لكن طبعا هو كان لجوء الكفاح المسلح واستفادوا من الحركات الوطنيه تاع قبل الانتفاضات اللي وقعت اللي كانت محليه يضربوها فالمره هذه قال لك نعملوا منطلق وكان عندهم المنطق تاع نغطي كل المناطق المنطق نتاع لازم نوحد ما نكونش سطيف المنطقه الشرق وحدها او الغرب فكانوا يضحكوا لقينا صعوبه من نجيبوا من منطقه الغرب لان المعمرين كانوا كثار والعرب قليل لذلك فجاء بن بلة وجماعة بينما في منطقة القبائل الكبرى الصغرى كان في حرف جماعة الحركة الوطنية كانوا جماعة اللي ينضموا بسهولة منطقة شرقية على الأوراس وغيرها لأن كانت تربية بن بلعيد وجماعة الحارة يعني تأخذ طاهر الزبيري كان قائد أركان هذا كانوا كلهم زي ما تفضلتوا كلهم من الحركة الوطنية إذن كان الخلاف هو بين الاستمرار السياسي الذي أدى إلى طارق مسدود وإلى التدجين ما هو الخلاف اللي كان بعد 56 وهذه النظرة الأحادية بإلغاء الطرف الثاني في عجالة في نص دقيقة هي التي يعني نتألم أننا كأننا مورثوها للأجيال يعني المفروض لو كان فيه ثقافة تعددية وثقافة الخلاف يعني المفروض هذا يكون اختلاف على محطات لكن لما جاءت الثورة المسلحة والذين برزوا لأنهم ربما يعني نحب ولا نكره أنه فعلا خيارهم في هذه اللحظة كان هو الخيار اللي أثبت التاريخ أنه كان هو الخيار الأسلم يعني هو عملية أنه ما قبل هذه المحطة الذي ورثناه بعد الاستقلال خيانة تخاذل ضعف عمالة في حين الآن لما تشوف يعني التاريخ لا تنطبق ولا صفة من هذه الأوصاف على مصالح الحاج وعلى رجال الحركة الوطنية وعلى الذين كان لهم وجهة نظر في تأجيل العمل المسلح يعني كان المفروض اجتهاد. يعني كان المفروض يبقى في إطاره كاجتهاد كقراءة ما قبلناهاش احنا مشينا في طريقنا بعد الاستقلال المفروض تفتح صدرك لا بقيت بصمة كل من يخالف رأيي ولذلك هذه العقلية حتى الآن يمشي بها النظام يمشي بها السلطة أنت ما كنتش متفق معي في هذا المحط في هذا النقطة من التحول التاريخي معناته أنت عميل أنت خائن أنت متخاذل أنت جبان وهذه ورثوها للأجيال ولابد أن نتخلص منها شوف كاين تقريبا أنت ذكرت على قضية الخلافات كاين الخلافات لأنه ما يهم هو ما جاء بعد هذه الثورة صحيح. الاستقلال كان دولة وطنية يعني نشأت مخالفة تماما لبيان أول الخلافات المنبر. للأسف كان تقدر تقول باللي على ثلاث مستويات المستوى كان داخل حزب الشعب اللي هو ما بين المصاليين والمركزيين وفيما بعد جبهة التحرير اللي هما لأسسوها في الحقيقة هو المنظمة الخاصة اللي أسس جبهة التحرير واللي انضموا لها فيما بعد كثير من المركزيين وكثير من المصاليين إذن كان هذا الخلاف بقى ما بين فيما بعد جبهة التحرير وتحول إلى الأمانة اللي أصبحت تعرف بالأمانة اللي هي المنظمة الوطنية أو الحركة الوطنية الجزائرية اللي هي حركة مصالي الحاج وتحول إلى خلاف مسلح وبكل أسف وبكل ألم قتل آلاف من الجانبين ما بين المصاليين وما بين جبهة التحرير بما فيها في فرنسا خلاف ثاني كان على المستوى الثاني هو الخلاف ما بين جبهة التحرير وباقي القوى السياسية التي كانت سابقة لوجودها
بما فيها مثلا حركة فرحات عباس، بما فيها العلا جمعية العلماء، بما فيها كثيرين يعني. هؤلاء في الغالب انضموا إلى الثورة في الغالب يعني. مثلا وجدنا بشير البراهيمي يتحدث وبأسلوب قوي ورائع عن 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 الثورة، بالرغم من الكثيرين يتهمون أحيانا الجمعية أنها لم تشارك في البداية، وهذا لم يكن صحيح. تأخرت يعني. يقولون تأخرت، لكن لو جينا لموقف رئيسها البشير البراهيمي في 22 نوفمبر أعتقد كتب، يعني بعد 3 أسابيع كتب مقال بقوة يدعم فيه الثورة. ربما البعض من كانوا عناصر كانوا ربما عندهم تشوش من هذه، وكتبوا أيضا ربما بدون فهم. مثلا الحزب الشيوعي أيضا كان معارض للثورة، الحزب الشيوعي الجزائري. لكن أخطر الخلافات في اعتقادي هي الاختلافات اللي حدثت داخل جبهة التحرير الوطني، ما بين خاصة بعد مؤتمر الصمام، واللي أدت فيما بعد إلى، برغم أن الثورة كانت قوية وكانت تكبر مع الأيام، وكان الدعم الدعم الخارجي قوي جدا من الأشقاء ومن الأصدقاء، ولكن خاصة من الجيران وخاصة الشعب الليبي أساسا شعبا وحكومة، ولكن أيضا التونسي والمغربي أين بدأت تظهر الحكومة المؤقتة. لكن في نفس الوقت ظهرت الاغتيالات، ظهرت اغتيالات سابقة لعبد الرمضان، ولكن مقتل عبد الرمضان بحد ذاته كان تقريبا إنذار شديد اللهجة من أن هناك انحراف، من أن هناك انحراف. لكن مع ذلك استمرت، حدثت اغتيالات أخرى أو قتل مثلا للمجموعة العقداء الثلاثة اللي اغتلوهم، وكان الخلاف الرئيسي على ضباط فرنسا أو على اللي راحين ينضموا لفرنسا، وعارضوا، هم كانوا أول من عارض، لكن حكموا عليهم، وللأسف عقيدين ومقدم أعتقد أو رائد، وأعدموا، العموري وأصدقاء ونتحدث هنا. ولكن أيضا الخلافات حدثت فيما بعد تشكيل الحكومة المؤقتة. هل الخلاف حول الرؤية، رؤية الدولة، أو خلافات شخصية، صراعات شخصية يعني؟ لا اسمعني، شوف، أولا الثورة المبدأت، المجموعة اللي فجرت الثورة آمنت إيمان مطلق بأن انتهى الدور، انتهى الكفاح أو النضال السياسي. أنا أتذكر واحد من حزب الشعب كانوا يتكلموا مع فرحات عباس، أرسلوه هذا إنسان وصل مرة للجنة المركزية لكن ما كانش متعلم، لكن كان يمشي باللباقة، فقال لي أيت حمد أنا أكون متعلم، فأرسلوني معاه. لقى فرحات عباس، فرحات عباس قال لهم أعملوا مرة بيان من البيانات وارسلوه للحاكم العام الفرنسي باش احتجاج. قال له هذا نروح نشاوروا. أيت حمد قال لي أنا كنت نكتب في المحضر، قال لي خرحنا الجماعة تاع حزب الشعب، الجماعة قال، قلنا له كيفاش احنا نقدموا مذكرة للحاكم العام الفرنساوي، اتفقوا بما يقدموش مذكرة. هذا الراجل ريت نتذكر اسمه، لما مع فرحات عباس قال له انتم تعرفوا غير تروحوا للحباس، انتم بنات حزب الشعب ما تعرفوش تعملوا نظام سياسي، تمارسوا نظام سياسي. رجع لي هذا العضو اللجنة المركزية تاع حزب الشعب الأمي هذا، لأن فرحات عباس قالوا النظام هذا، قالوا واش تسلوم هذاك خطوة خطوة لغاية ما توصل فوق. كلم له هذا الأمي تاع حزب الشعب، قال له بصح من ماسك السلوم من تحت سي فرحات، ورد عليه قال فرحات عباس، قال له البناي اللي يضرب في الماسيطة بالمارط وقاعد يهبط الحيط، الحيوط تاع فرنسا كانوا متر عرض، قال له الاستعمار يعرف غير الماسيطة، يعرف غير مارطو. يعني شوف كانوا يبنيوا التوعية بالنسبة للقضية. في الأول كانت ضرب الكفاح الوسط في كل مناطق، لكن بعد سنتين بعد احتكاكهم في مؤتمر بوندونغ وذيك مرة أخرى، لأن أيت حمد كان حاضر وجماعة اللي حكاوا لي مازالوا في مازالوا حيين، قالوا لي كانت عدم الحياز، كان تيتو وناصر ومجموعة هذيك، وجابوا الوطنيين الإيرلنديين اللي كانوا يناضلوا ضد الإنجليز في جمهورية إيرلندا، فقالوا لهم ما تبقاوش معتمدين فقط على 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 الرصاص، لازم يكون عندكم دبلوماسية، ولازم. لذلك الثورة الجزائرية شكلت مكتب في إسبانيا بقيادة أيت حمد ومع محمد يزيد ومهري في الشرق الأوسط. صحيح. فمن ثم بدا الحكي، وعبار رمضان يعني رجع له الفضل أنه هو اللي وحد، هو اللي خلق الإطار العام، بحيث اللي كانوا ما دخلوش الثورة خلق لهم الإطار والمناسبة والحدث، بحيث جمعية العلماء والجماعة اللي يحبوا ينضموا للثورة بصفة فردية وليس بصفة، لأن كان الأحزاب ينظر إليها أنها هي سبب فشل. وهذا التشبيه اللي وقعنا الآن، الفشل اللي وقع في الجزائر الأحزاب، يعني نحن لازم نرجع شوية للتاريخ. وبعدين تزوير الانتخابات، ها شفنا واش وقع مع الفرنسيس، فهناك خصائص. معني شوف بورقيبة، أنا مهري كان يمثل، هو كان عضو في الحكومة المؤقتة في تونس، قال لي كل مرة نتلاقى بورقيبة قال لي، يقول لي يا سي عبد الحميد ركزوا على السياسي، العسكري وحده خليه استثنائي وردوا بالكم.
قال لي تلاقيته بعد الاستقلال خاصة بعد انقلاب تاع بومدير. قال لي طلب يشوفني قال لي شفت قلت له سي عبد الحميد قلت لكم ولا لا شفت العسكر ولا لا اذا الصحة هل كان الصراع بين السياسي والعسكري لا يعني لا حزب لا الصمام لا حزب الصمام مؤتمر الصمام حسم في يعني حاجات بسيطة هذه القضية لا حسم في حاجات مفصلية أن الداخل هو اللي يتحكم في الخارج والسياسي اللي يتحكم في العسكري لكن لم يتم ذلك يعني لا لا بس تم بدا صراع هذا اللي خلاه يقتلوه هذا أسمع فقط ما بين ثلاث الانباءات ثلاثة مثلا وابن خدة وعبد رمضان وآخرين مثلا لأنه بالنسبة إليهم لأنه أيضا بالحقيقة حتى نكون منصفين اللي حملوا السلاح واللي كانوا في الجبال واللي كانوا أمام لما الإنسان يحمل سلاح ويصبح في الجبل العقلية تختلف فيما بعد تماما عن عقلية السياسي لأن بالنسبة إليه الموت في كل لحظة قاتل شرعية السلاح شرعية السلاح لا وحتى العقلية تختلف تماما ولذلك أنت تجد الناس في البداية ربما في العمليات الأولى يكونوا خايفين وكذا لكن بعد يصبح القاتل عادي عنده لأنه بالنسبة إليه خاصة إذا كان مؤمن بقضية يعني فكان فيه نوع شعروا بعض الناس اللي كانوا في معنا مع أولوية السياسة على العسكري بالمناسبة ولازلت أطالب به وربما هذا من أكثر النضالات اللي فيه لكن كان هناك أيضا منطق عند اللي كانوا في الجبال بالنسبة إليهم راه فيه شوية سياسيين اللي بالغوا علينا هم في خاصة لما ذهبوا باللي زايدوا علينا أنا نكافع بالضبط خاصة لما راحوا لتونس التونس هذا كنت نقول اللي خرجوا ولما بدأت تخرج بعض الكلام كيفاش عايشين وحفلات وسهرات يعني بالنسبة هكذا قرينا نعم وبالنسبة اللي كانوا في الجبال كان يشوف باللي لأيام أحيانا يأكلوا الحشيش لأيام أحيانا الطائرات من السماء تقنبل لأشهر وسنوات ما يشوفوش أسرهم فكان هذا لكن مع ذلك اللجوء إلى الاغتيال السياسي فيما بعد لأن هذا واحد من بين الأشياء اللي ميز الثورة الجزائرية لها إيجابيات عديدة جدا لكن أكثر شيء أسأ لها في اعتقادي واللي فيما بعد مع قضية ضباط فرنسا سيحدد مسار الدولة الحديثة ونرجع للمقدمة وولادة الدولة المشوهة هو الاغتيالات السياسية وكبرانة فرنسا الاعتماد في الاختراق فيما بعد لأن ستخترق هذه الدولة ونعرف أن بيير ميسمر في حديثه الشهير كان وزير الدفاع فرنسي آنذاك يقول أنه خير في اجتماع جمع مجموعة من الضباط الجزائريين ما بين البقاء مع فرنسا وما بين الدخول للثورة الجزائرية لأنها سيحصل الاستقلال ونحن نريدكم ونفضلكم أن تكونوا هناك دخول ضباط فرنسا فيما بعد مع الاغتيالات السياسية كانوا أكثر شيئين شوهوا الثورة وشوهوا خاصة الاستقلال والدولة الحديثة الأخ حول القضية الصراع هل كان حول مفهوم الدولة ولا صراعات شخصية ومن تآمر على الثورة يعني خاصة نحكيه بعد 58 59 وبدأت تظهر بوادر أنه الاستقلال يعني راهو جاي خاصة يعني. وخاصة جيلنا إحنا يعني إحنا لم نعايش الأحداث كفاعلين يعني وإنما أنت الآن عندما تعيد قراءة الأحداث وتعاود يعني ربما تتمعن في أين وقع الخلل تجد أن ما نعانيه الآن يعني بيان نوفمبر حسم موضوع الشرعية موضوع المرجعية ولكن بيان نوفمبر وخاصة بعد 62 لم يحسم موضوع الشرعية يعني بقية عالقة وهي التي نعاني منها إلى يومنا هذا يعني الآن المرجعية أنا حتى أحيانا أستغرب يعني الآن علماء أزاهر أصحاب فكر أصحاب رأي ما زالوا لحد الآن فيه دم يسيل بين الجماعات بين الإسلاميين وغير الإسلاميين على مرجعية هل الديمقراطية كفر ولا إسلام وكثير من خاصة الجماعات هذه مثل القاعدة وأخواتها عندهم كلمة ديمقراطية كفر وتوجد أيضا هناك يعني تطرف علماني خاصة التطرف العلماني الأتاتوركي البورقيبي يعني في بعض المناطق في العالم الإسلامي كانت علمانية شرسة أي شيء يرمز إلى الإسلام وحتى كان يعني الإعدامات التي قام بها أتاتورك من أجل حتى يبدل الطربوش بالعمامة يعني كان يفرض الشابو والعمامة عليها إعدام إلى هذه الدرجة كانت يعني العلمانية الشرسة ضد كل ما يرمز إلى الهوية والتاريخ الإسلامي
سبحان الله لما تنظر إلى تاريخ إلى مرجعية نوفمبر حسم هذا الخلاف، يعني لا الديمقراطية ضد الإسلام ولا الإسلام ضد الديمقراطية، معناه في وقت مبكر وفر على الأجيال وعلى مستقبل الاستقرار والتوازنات الاجتماعية وفر عليها صراع رهيب يعني، لكن أخفق في قضية الشرعية. لكن البيان تحدث عن الدولة الديمقراطية يعني. أي تحدث عن الدولة الديمقراطية بالضبط يعني. لماذا يعني هذا هو قصدي يعني، يعني في الوقت اللي أنت ترى يعني الدولة إما أن تكون ديمقراطية وبالتالي ضد الإسلام، وإما أن تكون إسلامية وبالتالي ضد الديمقراطية، فبيان نوفمبر جمع الأمرين يعني دولة جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية في إطار المبادئ. مبادئ لماذا المشكلة أعتقد المشكلة الرئيسية تفضل شوف احنا ما ننساش منطقة الثورة، منطقة الثورة وخاصة حسم الثورة على ألا تكون بعدئذ تنزلق نحو الإيديولوجيات الحديثة. مثلا في مثلا في 56 هناك اللي كانوا أتباع الحزب الشيوعي وحبوا ينضموا للثورة، لكن كانوا يصرون على إعطاء صبغة إيديولوجية، يقولوا احنا لازم نكونوا اشتراكية علمانية في ناس بعدموهم يعني. احنا لازم ما ننساوش هذه، راه الثورة كانت مخيرة. شو جبهة التحرير كان تقول الهدف نتاعي احنا نعيش مرحلة صعبة كفاح مسلح هدفي الاستقلال، الباقي أجل كل شيء. هو الأحزاب جمدها، هو أي واحد يدخل جبهة التحرير من الأحزاب الأخرى يدخل صيبته الذاتية، بمعنى وعرف فشل الأحزاب وعرف صراع إيديولوجيات لما تكون في مرحلة خطيرة، وبذلك أعطى الأولوية للكفاح المسلح. وإحنا ما ننساش العقلية، نسألت أحد رجالات الثورة من كبار القوم يعني الثورة الجزائرية واللي كان مدني، فقلت له وش المنطق هذا نتاع العسكرة وتاع الجيش وتاع، قال لي اسمع، قال لي إحنا جماعتنا منطقة اللجوء للكفاح المسلح وتضرب وتكسر وتدمر ادى النتيجة الاستقلال وهو اكبر جائزة وهو الانجاز العظيم. قال لك وبعدين خلقت الثقافة هذه، بدا بعد الاستقلال يتعامل مع شعبه ومع بلده وكأنه يتعامل ضد العدو. هذا المشكل ايديولوجيا، كل يحاول يعطي صيغة الايديولوجية او الديمقراطية يحب مش وعطاه وضربه. كل شوف بالاستقلال وبقات الأزمة هذه قائمة، لذلك كل من يقول لك احنا مش معناها المخابرات تحكم لنا ولدت في عهد الثورة. يصح المخابرات في ولد الثورة مع عبد الحفيظ بوصوف وجماعة الدفاع مع كريم بلقاسم وجماعة هذا، مع ذلك هم حافظوا على مدنية، هم كانوا مدنيين. فرحت عبد الحفيظ بوصوف بالعكس حتى هو هم مشى لما جات. إذن منطق القوة، استعملت القوة نجحت، سكر فمك ودعبت على الضرب. لكن في المرحلة الثانية هذه نفس المرحلة الأولى استقلال. اسمع شوف بعد استقلال يعني شوف احنا بدنا نتكلم على الأول نوفمبر. شوف شوف بخصائص جماعة نوفمبر يا رجل، احنا ليش نقولوا نرحموا عليهم ونذكرهم بالخير وندعيوا لهم ونفتخر ونعتز بهم، لأن أهم حاجات اللي كان يروح الجبل ما كانش يروح شو عائلته، اللي يروح راح يموت وفيه نكران للذات وما ينتظر إلا جائزة واحدة. أنا أتذكرها كولد صغير يقول لك كانوا يحضروا فينا باش نروح نموت، يقول لك باش تكبر تروح تولي جندي. كان تسارع لأن هناك بنية وعي جماعي باللي الانضمام للثورة هذا هدف أسمى ونبيل تروح منه. أجي شوف تصور الأمهات مش تعلمت ويصور لك تروح الجنة. شوف هنا شوف القوة عظمة هؤلاء اللي راحوا باش يموتوا، لا يستنى يعطيوها أرض ولا يستنى. لذلك صحيح. أنا نقول لك العبرة والمجد لهؤلاء الذين خلوا أولادهم وخلوا عائلاتهم وخلوا ممتلكاتهم. واحد زي بن بوليعيد كان غني بصح ما تنساش راح المساكين، راح الراعي وراح الفلاح وراح الشعب الجزائري كله كان من الريف، كان قليلة جدا اللي كان متعلم منظمة الثورة أو انضمت فيما بعد واستعملت كبيروقراطية فيما بعد، اللي كان متعلم والمنظمة لما يخدم على الفرنسيس وعقلية الفرنسيس. لذلك أنا نقول لك الآن، نقول لك يعني الواحد اللي بيجي يلعن يلعن الناس اللي خانوا تلك المبادئ اللي هي مبادئ نكران الذات والتضحية من أجل أكبر 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 مكافأة هي استقلال شعب والمعاناة. شوف احنا قاعدين نتكلم عن شعب الجزائر كأنه فرنسا، راهي كانت فرنسا 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 كانت اثنين فرنسا، فرنسا المتحضرة هذه تاع باريس وتاع تاع الميتروبول، وفرنسا اللي حكمها الرعاة هذو المستبدين جنرالات حتى هم وحدهم. لذلك أنا نشوف أحيانا الموازاة، شوف نزار والجماعة العربية بالخير كيف تعاملوا مع 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 الجبهة الإسلامية في 90 91، خذوهم معسكرات نفس الكراس. هذه الحلقة القادمة هي راح نحكي في هذا الموضوع. لازم نعطيك هل استفادت يعني، أنا مزلولي خمس دقائق في هذا الجزء الأول، خلينا نخسر لك دقيقة نص دقيقة. لا طيب،
لذلك شوف نكران الذات والتصورة كل يوم قاعدة تتعمق في ما تريده وفي برنامجها وكالتفاف شعبي حولها. الناس تقول لك خلينا نستقل وناكل ناكل ناكل التراب. صحيح. لكن خلقوا كذلك حكومة مؤقتة باش يعطيوا صبغة أن الجزائر عندها ضيئة سيادة نتاعها لكن استرجعتها أن حكومة مؤقتة. كان التفكير تراكمي رغم الخلافات اللي كانت قائمة ومع ذلك الكفاح المسلح مستمر. الفرنساويين اخترقوا جماعتنا البلويت كان يقول لهم هذا قاعدين في تونس يشطحوا ياكلوا ويشربوا يصوروا لهم كل مره يجيبوا لهم واحد حتى تاع الامم المتحده. محمد يزيد راح بالفرشاه بالسموكينغ وراح الحفل وجابوه الفرنسيس فاستدعوه تاع الثوره قلت واش دير تصوروه يعني خروج على هذه الجماعه قاعده تاكل عايشه على الحشيش وقاعده تموت كل يوم واش قاعده تدير. والعقليه العسكري اللي قال لك الاخ محمد راه المناظره ما كانش مناظر فقط تاع يضرب في البارود كان متوعي سياسي يعتبر روحه سياسي خاطر هو مش عسكري بالمعنى التقليدي وموش سياسي بالمعنى التقليدي. اذا احنا ما نلومش ما حدث عفى الله وما سلف في تلك المرحله لكن الاستفاده وين تكون؟ الاستفاده تكون ان الاستعمار راه استبداد. راه انا نذكر الاخ مولود حبلوش مره حكى لي نكته قال لي كنت مع ابو مدين قلت له احكي لي من النوادر وشفت مع الرؤساء عشت مع ابو مدين وعشت مع شادلي قال لي رحنا المنطقه الورقله ولا الاصنام ولا الغواط قال ابو مدين يحب يتكلم بالطريقه الريفيه لان يحسنها ولد الريف احنا ولد الشعب. قال شيخ شيخ كبير قال واش راك على باس ولا واش تشوف الدنيا؟ قال واسمع سي بو مدين بالامس رحبنا بالاستعمار الفرنسي واليوم نصرحوا بالاستعمار تاع اخواننا. اذا اللي يحدث في الجزائر الان من تهميش لمجتمعنا ومن اقصاء للاحزاب وما هو سياسي ومن تدجين الاحزاب وخلقوا كلش مشوه لغايه ما وصلنا للمشوه حتى تشوف الصفوف اللي واقعه يعني المشوه الشهداء والجماعه اللي ماتوا على الجزائر والله حتى في الاستقلال شوف ما حدث الجزائر اليوم كيفاش الحكومه والنظام في واد ويتكلموا بطريقة العنطرية هذيك والاستهتار تاع الكولو تاع المستعمرين وألاف طلبة الجزائريين واقفين في نوفمبر في مركز ثقافي باينشوا في امتحان باه يروحوا يهجروا فرنسا والأوروبا. هذه هي في حد ذاتها هذه تاع الصورة هذه تاع بالنسبة للألاف هذه بالمناسبة راهي مش عفوية يعني راهي مدروسة. يعني أنا أعتقد أن طريقة ما دام جبت هذا الموضوع بالذات يعني طريقة السفارة الفرنسية كيفاش استدعت الطلبة كانت مقصودة خاصة مع نوفمبر وهذا يذكرنا لما جاء شيراك في 2003 وخرج بوتفليقة عشرات الآلاف من الجزائريين وبعدين الصحافة القريبة من جماعة بوتفليقة ومن قالوا مليون ونص كإشارة للشهداء. ولما جاء هولندا في 2012 أو 2011 نهاية 2011 لتلمسان قبل تلمسان لما استقبلوه كاين واحد الصورة نفس الطريقة لما يجي دي جول يجي واحد هكذا بالشاش نتاعو كذا ويسلموا على دي جول إلى آخره عملها هولندا بنفس الطريقة وكان الجزائريين مازال يلبسوا الشاش في العاصمة ويمشوا به يعني لكن هم عملوها ولما تشوف الطريقة اللي عملها دي جول وهولندا وكان هولندا يقول والأخطر من ذلك وأنه الهدايا اللي قدمت للرؤساء الفرنسيين كلهم اللي جاوا الجزائر بالمناسبة يعني في الاستقلال كان يقدم الفرس والفرس هو عنوان الجهاد هو عنوان المقاومة هو عنوان القتال قبل ما يأتي السلاح وتبتيل واللي أضافه بوتفليقة مثلا على هذا تقديم الفرس هو قدم أيضا الفرس لكن قدم المفتاح وكانت كإشارة وكان إشارة ربما المستشارين نتاعه وهو مش فاهم لكن الفرنسيين بكل تأكيد عارفين معانيها عارفين مقاصدها عارفين واليوم مش رانا نعيشه في نهاية المطاف لا. شيء قريب جدا مما حدث يعني قبل 54 وهو الانسداد الكامل في هذا الوضع. يعني تكون أضف يعني وش عندك إضافة في أقل من نقطة حتى ما يفوتنا النقاش يعني إذا كان هناك من عبرة أو من درس يمكن أن يمرر للأجيال كرسالة أنا أذكر وكلنا نذكر خاصة نحن هذا الجيل كان ذكر أي رمز لم يكن في جبهة التحرير يعني جزائر الهواري بو مدين وجزائر المجلس الثوري وجزائر لفلان بالمعنى الخبز بالمعنى الخبزيس ما فيها ولا رمز تاريخي والرموز هذه كلها كانت عبارة عن رموز مخدوشة في مصداقيتها في تاريخها في كذا. طيب لماذا ننتظر أكثر من 40 سنة
وبعدين نرجع الاعتبار لمصالح الحاج ونسمي عليه مطار وكذا نجيبوا بضيف نحضروا نجيبوا عندنا. فانا قصدي يعني اريد ان اقول لانه لا تستهين بهذه اللفتات التاريخيه لانه العقليه التعجيه لما جات في 92 خلينا من الجزء انت على الاختراق لكن كان فيه جزء انت على العقليه انت على قضيه انا راني في الجبل والباقي لازم يكون يطيعني انا أنا أتفهمك أنت راك مسلح وتأذيت وكذا فوات ما الذي كانوا يقومون به مقابل رؤساء المكاتب الولائية ناس أنت خاصة أنت على الجبهة الإسلامية للإنقاذ هذا موضوع هذه العقلية هل نحبها أن تورث إلى الأجيال أنت إذا ماكش معي في قناعتي وفي رأيي فهذه السلسلة الرشاش تاع الاتهامات سوف يلازمك في طلع رح يزيد رح تكونوا معي رح تكونوا معي في الحلقة القادمة نعم شوف ما حدث في الربعينات اللي أدت لثورة الكفاح المسلح أنا كل مرة نشوف موازاة في التاريخ تزوير الانتخابات والوعود بالإصلاحات نفس كل شيء وتشوف والتهميش والفوارق بين الفقر والغناء الفاحش المستوطن كيف عنده مزارع كبرى وعنده مصانع كبرى وعنده كلش والجزائر يضربوا الريح أنا صبحت خاص الآن كل مرة نشوف نستذكر المناظر تاع المزارع الكبرى اللي بداوا يسيطروا عليها الجماعات وبدات الجماعه تقسم في الارض وتعطي لبعضها والجماعه ضربها الريح هما شوف هما زوروا الحزاب زوروا كلش الجماعه شوف استسلموا كلشي الان بما فيهم الطرباندو تاع التعليم دليل باللي الناس فقدوا الثقه في الاحزاب في البرلمان مؤسسات الدوله والمؤسسات التعليميه. طيب هل خرجت فرنسا فعلا من الجزائر كاستقلال وسيادة مثل ما جاء المصطلح في بيان أول نوفمبر يعني السيادة دور ضباط فرنسا لماذا بن بلة والهواري بومدين شادي بن جديد يعني كلهم كان عندهم يعني باع في هذه الثورة يعني ما كانوش غرباء لهذه الثورة لماذا لم يرجعوا لمبادئ أول نوفمبر ولماذا وصلنا إلى هذه الجزائر الآن اللي فيها آلاف الطلبة من خيرة أبناء الأمة يصطفون قدام المركز الثقافي الفرنسي حتى يفوتوا امتحان ويهجروا البلاد هذه محاور راح نطرق لها في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله تكونوا معايا في الحلقة القادمة لنتحدث لماذا النخبة لم ترجع إلى بيان نوفمبر في كل محطة من محطات الإخفاق هذا هو سؤالنا في الحلقة القادمة هذا شهر نوفمبر هو شهر حلقات الخاصة في ندوة المغاربية حول مفهوم الثورة أهداف الثورة ولماذا أخفقت هذه الأهداف بعد 63 من قيامها أشكر ضيوفي الأعزاء في هذه الجلسة الأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق أيضا الأستاذ عبد الله أنس المحلل السياسي والأستاذ سعد جبار الخبير في القانون الدولي الشكر موصول إليكم أنتم أيضا مشاهدي الأعزاء على حسن المتابعة إذن ألقاكم الأسبوع القادم في نفس التوقيت في محطة أخرى نوفمبرية في هذا الشهر المبارك بالنسبة للجزائريين 63 عاما عن ثورة أول نوفمبر إلى اللقاء